السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا أحبائي بمدارس عنيزة الأهلية المسار المصري. مادة التربية الدينية، الدرس السابع، الصف الأول الابتدائي، إعداد أستاذة إسراء. المحور الأول: من أكون؟ الدرس السابع يا أحبائي بعنوان قصة الصدق والأمانة. قبل كده يا أحبائي تحدثنا في دروسنا مين يا أحبائي اللي تحدثنا عنه وكان صادق وأمين؟ أحسنتم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه صادق يا أحبائي؟ لأنه لا يكذب أبدا. وليه كان أمين يا أحبائي؟ لأن لما كان أي حد من الكفار بيتركوا لديه أي شيء كان يرجعها لهم بالمثل. هنحكي قصة النهاردة جميلة جدا اليوم عن الصدق والأمانة. هيا بنا يا أحبائي نقرأ سويا. يلا نقرأ يا أحبائي. وجد زياد في أثناء لعبه محفظة زرقاء ملقاة على الأرض. يبقى أول حاجة يا أحبائي، في يوم من الأيام زياد زي ما احنا شايفين قدامنا كان بيلعب، فلقى محفظة زرقاء فيها فلوس. فزياد فتح المحفظة لقى فيها فلوس كتير. عد زياد النقود فوجدها تكفي لشراء دراجته التي حلم بها. وبدأ زياد يعد الفلوس دي يا حبائي، لقاها كثير مثل ما ذكرنا في السابق أن الفلوس دي تكفيه أن يشتري عجلة أو دراجة لي. توقع زياد هيعمل إيه؟ زياد هياخد الفلوس ويروح يشتري دراجة، ولا زياد هيرجع المحفظة لصاحبها؟ يلا نشوف سويا. جلس زياد على كرسي ووجد رجلا يسأل عن محفظة زرقاء. فبيقول لي هنا زياد جلس على الكرسي ولقى رجل بيسأل عن محفظة زرقاء. طب زياد هيعمل ايه؟ هيدي لي المحفظة ولا هيفكر في الدراجة بتاعته؟ يلا نشوف. فكر زياد هل يحتفظ بالمحفظة لشراء دراجته او يعودها للرجل. فكر زياد هل يحتفظ بالمحفظة ويروح يشتري الدراجة بتاعته ولا يرجعها للرجل؟ تعالوا نشوف زياد هيعمل ايه. قرر زياد عادة المحفظة للرجل ففرح بها فرحا شديدا. شايفين زياد والرجل أمامنا هو يا أحبائي بيعطي له إيه؟ المحفظة. فبيقول لي زياد فكر أن يعطي المحفظة للرجل مرة أخرى، والرجل فرح فرحا شديدا زي ما احنا شايفين أمامنا يا أحبائي. فحكى زياد لوالده بصدق وأمانة ما حدث ففرح به جدا. بيقول لي زياد حكى القصة، قص على ولديه هذا القصة أو الحدث اللي حدث معاه، فوالده فرح فرحا شديدا بما فعل. فهنا يا أحبائي زياد كان ممكن يروح يشتري الدراجة، بس الدراجة اللي كان هيشتريها مش فلوسه ولكن فلوس الرجل. والرجل صاحب هذه المحفظة يا أحبائي ممكن يكون محتاج الفلوس دي، وإحنا دورنا إن إحنا نرد الأمانة إلى صاحبها. ولكن زياد هنا قرر أن يرجع المحفظة لصاحبها، وإن هو هيشتري الدراجة من فلوسه بأموال حلال وليست حرام. هيا بنا نستمع إلى هذا الفيديو ثم نعود مرة أخرى. الصدق وما أحلى الصدق، يسمو بالإنسان ويرقى. الصدق وما أحلى الصدق، يسمو بالإنسان ويرقى.
الصادق يسطع نورا مثل ضياء الشمس وأنقى. دم دم تيراريرم دم 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 تيرارم دم 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 تيراريرم دم 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 تيرارم دم 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 دم. وأنا أصدق حين أقول فأنا عن قولي مسؤول. فأنا عن قولي مسؤول. وأنا أصدق حين أقول فأنا عن قولي مسؤول. فأنا عن قولي مسؤول. أهوى الصدق ولو أحرجني وأرى أن الصدق جميل. وأرى أن الصدق جميل. الصدق وما أحلى الصدق. يسمو بالإنسان ويرقى. الصدق وما أحلى الصدق. يسمو بالإنسان ويرقى. وجه الصادق يسطع نورا مثل ضياء الشمس وأنقى. دم دم تيراريرم دم 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 تيرارم دم 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 تيراريرم دم 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 تيرارم دم 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 دم. وأنا أهوى الصدق لأنه يعطي هذا العالم حسنه. يعطي هذا العالم حسنه. وأنا أهوى الصدق لأنه يعطي هذا العالم حسنه. يعطي هذا العالم حسنه. ورسول الله يعلمنا أن الصدق طريق الجنة. أن الصدق طريق الجنة. الصدق وما أحلى الصدق. يسمو بالإنسان ويرقى. الصدق وما أحلى الصدق. يسمو بالإنسان ويرقى. وجه الصادق يسطع نورا مثل ضياء الشمس وأنقى. دم دم. وبكده يا أحبائي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وفي انتظار حل أنشطة الدرس وإرسالها لي على الجروب الخاص بالواجبات، وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.